ننتج 7.6 مليون دجاجة في السنة، حوالي 90 مليون بيضة تنتج سنوياً. تتم إعادة فحص البيض آلياً باستخدام الأشعة فوق البنفسجية للقضاء على أي بكتيريا محتملة. يتم وضع البيض في صواني ومن ثم تعبئته في صناديق، ثم يحفظ في غرفة باردة قبل توزيعه. يتم نقل البيض من المزرعة إلى السوق خلال 24 ساعة. ندير حالياً 35 مفرقة على 700 فدان من الأراضي بعد الغسل والفرز حسب الوزن. تتم تعبئة لحم الدجاج وإرساله إلى غرفة أكثر برودة قبل توزيعه من المزرعة إلى السوق خلال 24 ساعة.